Mantan Mas Fauzan ke Pasar Jaya dari bertemu rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Pak Jazi. Ini sampai di makam apa di Taman Kota Metro. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور kita masuk ke perbatasan Lampung Tengah. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق وال